ان يجي حد في القطاع الخاص يقدر يخش يعمل مشروع زي ده بنفس المستوى ده ويقول لي انا هكلفه اقل منك. لا، انا هنا انا بحيد فكره ان هو مش معاه قدره ماليه ولا معهوش، لا لا لا، انا بتكلم انك انت النهارده الناس كانت بتعمل مشاريع ما يعملوش طريق، ما يعملوش يا دكتور، لكن انت النهارده جاي تقول لي بتعمل طريق 10 حارات طوله 250 260 كيلو لغايه العالمين عشان كل الاراضي الزراعيه اللي واقع على الطريق تتخدم بيه. وفي هنا شبكه طرق اتعملت جوه المشروع بتاع مستقبل مصر بشغلها دلوقتي طبعا. عشان تخدم على نقل دخل. الكميات الضخمه دي. بقول لكم يا جماعه ده مشروع ثلاث اربع محافظات كبار بيتعملوا اللي اتعملوا قبل كده في 200 سنه. اللي اتعملوا يا محمد في 200 سنه، انا بعمله في 3 4 سنين، سواء كان كهربته او طرقه او الترع بتاعته او اي نظم اخرى محتاجينها. يتبقى ان القطاع الخاص بقوله له ان انا عملت لك اللي عملته هنا. لما اجي اقول لك الفدان ده اتكلف 350 400 الف جنيه بنيه اساسيه، ما تستكترش المبلغ عليا، ما تستكترش، لان انا اللي عملته كان لابد اعمله. انا مش زي ما قلت كده ما بزرعش على ميه مطر، انا بزرع على ميه منقوله 150 كيلو عشان تتنقل. اتعمل كلام كتير قوي، كنت اتمنى يبقى فيه الفيلم اللي انا طلبته انه يتعمل عن المشروعين دول تحديدا، اللي هو مشروع مأخذ رشيد ومحطه الحمام، اللي بيقول ازاي المشروع ده